ولسه مكملين مع حضراتكم حديثنا. وامبارح شفنا 4 وزيرات في الحكومه الجديده، ده بيدل على اهتمام الدوله بالمراه عشان تكون فاعله في تحقيق التنميه المستدامه، ده بجانب العدد الكبير كمان من الشباب اللي عينوا كوزراء ونواب وزراء ونواب للمحافظين. في الحقيقه احنا شفنا المشهد اللي يمكن كان جاي على الشاشه دلوقتي، العدد الضخم اللي اجتمع بيه السيد الرئيس، وده اللي كان خلفيته عدد كبير جدا من الشباب اللي تم وجودهم في منصب نائب الوزير، واللي قعدوا مع السيد الرئيس علشان يسمعوا التوجيهات الرئاسية للحكومة القادمة. خلينا نعرف تفاصيل أكتر عن الشباب، عن تمكين المرأة في الحكومة الجديدة. رحبوا معنا على الهاتف ضيفتنا الكاتبة الصحفية همت سلامة، رئيس التحرير التنفيذي بجريدة اليوم السابع. أستاذة همت، بعد التحية، بالتأكيد مناصب مهمة للمرأة وللشباب في الحكومة الجديدة. أبدأ من نقطة نواب الوزراء ونواب المحافظين، لم نعهد هذا العدد من قبل، لماذا برأيك تم تعيين مثل هذا العدد الكبير في منصب نواب الوزراء ونواب المحافظين؟ أهلا بحضرتك يا أستاذ مصطفى، وأهلا يا أستاذة جمانة، وأهلا بكل مستمعينكم الكرام. خليني في البداية أقول لحضرتك إن إحنا من بداية التكليف من سيادة الرئيس يوم 3 يونيو للدكتور مصطفى مدبولي، وكلنا بننتظر وكلنا وكل الشارع وكل المواطنين عايزين يشوفوا إيه هي الحكومة الجديدة. فانطلاقا من سؤال حضرتك، عندي شوية أرقام كده خلينا نعرضها مع حضراتكم على السادة المشاهدين عشان نوضح من الأرقام دي الحكومة تشكيلها رايح لفين وعامل ازاي، وكان الهدف الاساسي من تمكين سواء المرأة او الشباب وصل لحد فين. اولا احنا بنتكلم في 31 وزارة بشكل رئيسي واساسي، منهم 28 وزارة تخصصية وثلاث وزارات شاملة. عدد الوزراء المدنيين في الوزارة دي 26 وزير، وده رقم محترم جدا. عندنا فيهم 4 وزيرات سيدات، الدكتورة رانيا المصطفى وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، الدكتورة ياسمين وزيرة البيئة، الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن، الدكتورة منال ميخائيل وزيرة التنمية المحلية، ودي أول وزيرة يعني تمسك حقبة أو تمسك وزارة التنمية المحلية بشكل أساسي. لو جينا اتكلمنا على متوسط بقى الأعمار في التغيير الوزاري الجديد ده عشان نقدر من خلاله إن احنا نحلل فكرة التمكين المرأة أو الشباب، احنا بنتكلم إن احنا عندنا 6 وزراء اعمارهم اقل من 50 سنه. واعتقد دي حاجه جديده ما شفناهاش قبل كده. عندنا 10 وزراء بتتراوح اعمارهم بين 50 و59 سنه. لو جينا اتكلمنا على وزير الاسكان شريف الشربيني، هو اصغر الوزراء سنا، عنده 42 سنه. عندنا وزير الماليه وزير الاوقاف اعمارهم بتتراوح بين 47 و48 سنه. ده ان دل على شيء فده بيدل على اننا الهدف الاول والاساسي من التشكيل اللي احنا فيه ده بنتكلم عن سواء وزراء او نواب ونوابهم او محافظين ونوابهم، بنتكلم على حكومه فيها نسبه كبيره جدا من الشباب، وده الهدف او القاعده الاساسيه من قواعد الجمهوريه الجديده اللي اسس فيها سياده الرئيس. احنا عندنا كان في طول الوقت شباب بيشاركوا في مؤتمرات بشكل فعال، عندنا جزء كبير منهم كان مشارك في صنع القرار، طول الوقت بنتكلم على العمل على تعزيز دورهم في الحياه السياسيه والاداريه. اعتقد ان تشكيل الحكومه الجديد ده تطبيق عملي جدا على الارض دور الشباب ودور المراه في الحياه السياسيه والاداريه، واللي كان طول الفتره اللي فاتت بنشوف تجمعات كبيره ليهم، بنشوف تدريبات كبيره ليهم عشان نوصل للنقطة اللي احنا وصلنا لها او شفناها امبارح في حلف اليمين امام سيادة الرئيس. طيب استاذة همت، يعني في نقطة حضرتك مهمة حضرتك ذكرتيها، وهي فكرة انه احنا بالفعل بقى عندنا كوادر شابة مدربة، ان كانت من الشباب او ان كانت من السيدات. فكرة وجود هذا التشكيل الحكومي المختلف زي ما حضرتك قلتي، ان كان من حيث الاعمار او حتى وجود كمان المرأة بشكل محترم جدا، لأي مدى هو قادر أنه نتابع خلال الفترة اللي جاية قرارات مهمة وفعالة تفيد المواطن، ولكن قرارات وحلول خارج الصندوق، ويمكن ده اللي احنا مهتمين بيه الفترة اللي جاية؟ خلينا نتفق على قاعدة معينة دلوقتي كلنا حاطين كده نظرنا عليها، إن احنا بننتظر
من كل الوزراء ونوابهم او من عدد المحافظين اللي تم تعيينهم امبارح اللي هم 27 محافظ ونوابهم، بننتظر منهم الكثير في ظل كل التحديات الداخليه والاقليميه اللي بتواجه مصر. في اولويات في اولويات، في تطلعات زائد تحديات، التطلعات والتحديات اللي بتنتظر الحكومه الجديده اعتقد ان هي في مهمه صعبه في ظل كل التطورات اللي موجوده حوالينا الداخليه والاقليميه. احنا عندنا سلسلة ازمات دوليه مستمره معانا تاثيرها كبير جدا على الوضع الاقتصادي. تحسين الاداء العام جوه الدوله مع ضخ دماء جديده زي اللي شفناها امبارح وكفاءات مختلفه متنوعه قادره ان هي تنفذ وتطبق توصيات الحوار الوطني، ودي نقطه مهمه جدا جدا جدا. احنا كل اللي تابع المشهد امبارح بعد حلف اليمين لجميع الوزراء والمحافظين ونوابهم كان في اجتماع مهم جدا مع سياده الرئيس، كان في تاكيد مهم جدا على فكره الصحه والتعليم اللي حضراتكم تناولتوها في بدايه البرنامج. طول الوقت احنا بنتكلم ان لازم يبقى في شغل على الارض لتخفيف المعاناه عن المصريين مع ايجاد حلول سريعه وفعاله فعلا لكل الازمات والتحديات. ومش بس كده، احنا كمان في خطه المفروض هيتم النهارده الاعلان عنها في اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي اللي هيتم النهارده ان شاء الله في العاصمه الاداريه عشان نشوف الخطوات، مش بس الازمات والتحديات، لا ايه المستقبل الافضل اللي بننتظره من الحكومه الجديده، ايه مضاعفه الانتاج والقطاع الخاص رايح لحد فين، دعم القطاعات الانتاجيه رايح لحد فين، سياسات الاقتصاد وتفادي الازمات الجايه، متابعه السوق بشكل اساسي ومباشر عشان نقدر ان احنا نتخطى فكره ارتفاع الاسعار اللي عاني منها الفتره اللي فاتت عدد كبير جدا من المواطنين. فاعتقد ان ضخ دماء جديده في القطاع الاداري او زي ما بنقول كده الدولاب الحكومي للدوله خلال الفتره دي مهم جدا، سواء على مستوى السياسات او على مستوى توصيات الحوار الوطني والتنفيذ فعلا على ارض الواقع. عندنا يعني مناصب كانت حكر على يعني مثلا على سبيل المثال وزير التنميه المحليه كان دايما بيجي قياده امنيه. أيوة. النهارده السيده منى العوض اللي هي كانت محافظه دمياط واللي قابلت بلاء حسنا في هذا المنصب قدرت ان هي تخرج او تكسر هذا التابو لان هي عملت انجازات على الارض فتم تصعيدها وكسرت تابو وجود قياده امنيه في هذا المنصب. عندنا ايضا منصب وزير التجاره الخارجيه، احنا عارفين دكتور علي مصالح كان خريج الفنيه العسكريه، النهارده حد جه دكتور شريف من البريد. ف ايضا انا بتكلم على فكره كسر التابوهات ووجود مناصب كانت حكر على اشخاص من دولاب الدوله الامني او العسكري واصبحت وظائف مدنيه، ممكن نتكلم عن هذا الامر؟ حقيقي كلام حضرتك مظبوط جدا يا استاذ مصطفى. انا لو جينا بصينا على المشهد العام او جينا بصينا على السي في بتاع الشخصيات اللي تولت مناصب في الوزاره والتغيير الوزاري الجديد، لا انا عايز اقول لحضرتك يعني لو جينا خدنا زي ما حضرتك قلت كده دكتور منال نموذج كانت هي خير من مثل المراه على اصعدها كثيره جدا خلال توليها خلال السنين اللي فاتت. جينا كمان من خلال تصريحاتها ما بعد حلف اليمين انت بتتكلم على امراه قادره على تغيير حقيقي، عندها قدره على مسك الملفات للوزاره اللي هي رايحاها بشكل كبير جدا، واعتقد ان ده مش جاي خالص من فراغ، لا في قدره على الاختيار تمت بعنايه. بنتكلم على شخصيات هتبقى مهمتها صعبه جدا خلال الفتره الجايه. التغيير اللي حصل بشكل عام في الشكل العام للوزراء او الوزارات فعلا كان في كسر كبير جدا للتابوهات. عندنا وزراء يعني لو جينا اتكلمنا على الاتجاهات بتاعتهم ليهم خبرات كمان علميه وعمليه على الارض كبيره جدا، اعتقد ان عشان يتم انتقائهم بالشكل ده كان الوقت اللي فات ده كان فعلا لو بنتكلم عنه لا كان وقت محتاجينه فعلا عشان او الدكتور مصطفى مدبولي كان محتاجه فعلا عشان يختار الكفاءات بالشكل ده. احنا عندنا الوزارات كمان لو حضرتك جيت اتكلمت على وزاره التعليم اللي هي طبعا بتهم ناس كتير جدا، وجينا بصينا على وزير التعليم اللي تم تكليفه امبارح بنتكلم على كفاءات مش بس خاصه بالتعليم الحكومي، احنا بنتكلم على كفاءه
هتكون قادره ان هي تطور كمان، مش على مستوى المناهج لا، ولا على مستوى الطلاب، على مستوى فكره التعليم الشامل بشكله الاوسع والعام. فلو جينا اتكلمنا على وزارات والتغييرات اللي حصلت في شكل الوزارات، لا في تغييرات، في تغييرات كبيره جدا اتمنى ان احنا نلمس صداها ومداها خلال الفتره الجايه. في كفاءات في مجالات متنوعه زي الاداره العامه والتنميه المستدامه والتنميه الاقتصاديه، واعتقد دي برضو كانت مصطلحات غايبه عن الحكومات السابقه وتم تعويضها او يعني استحداثها كمان في الحكومه اللي تم تشكيلها دي. يعني على اي حال بكل تاكيد الشكر والتقدير لكل من انهى مهامه. وتمنياتنا بالتوفيق لمن يبداها. واحنا كلنا امال وتطلعات زي ما حضرتك قلتي لمستقبل افضل في الفتره اللي جايه. بنشكر حضرتك شكرا جزيلا الكاتبه الصحفيه همت سلامه رئيس تحرير التنفيذي بجريده اليوم السابع. شكرا لحضرتك يا فندم.